لما نيجي نتكلم عن البايو تكنولوجي يبقى انا لازم بدايه اتكلم عن الدي ان اي، لان اي تكنولوجيا حيويه قايمه على التكنولوجيا الخاصه بالدي ان اي. طبعا انا عارفه ان الدي ان اي حصل له ايزوليشن او اتعرفوا عليه خلاص عام 1869، بعد كده ابتدوا يطوروا اسمه. هو في الاول اول ما اكتشفوه ما كانوش بيقولوا عليه الدي ان اي، كانوا بيقولوا عليه الاول اسم كده يعني كماده كيميائيه اكتشفوها بيسموها النيوكلين. بعد كده ابتدوا يقولوا عليه الدي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد او الدي ان اي. سنة 1914 ابتدوا يعرفوا ان النيوكلين ده او الدي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد ده موجود في النيوكليوس الخاصة بالايوكاريوتيك سيل كلها. سنة 1920 مجموعة من العلماء قدروا يعملوا تحليل للكومبوننتس الخاصة بالدي ان اي، ولقوا ان هو بيتكون من 4 نيتروجينيوس بيز، او موجود فيه 4 نيتروجينيوس بيز، لاني مش هقدر اقول ان دي بس فقط مكوناته. الاربع نيتروجينيوس بيز دولت اللي هم عبارة عن السيتوسين، الثيامين، الادينين اند الجوانين. بيتكون كمان من دي اوكسي رايبوز شوجر، وبيتكون من فوسفات جروب. واستنتجوا ان المكون الرئيسي للدي ان ايه حاجه بتسمى النيوكليوتيد، اللي هي بقى زي ما قلنا بتتكون من كل المكونات اللي احنا لسه قايلينها، هي عباره عن شجر مرتبط بالفوسفيت جروب مرتبط بالايه بالنيتروجينيوس بيز. الصوره اللي قدامي ديت بتوضح المكونات الرئيسيه للدي ان ايه. عندي ادي الفوسفيت جروب، عندي ادي الشجر، وادي النيتروجينيوس بيزز، بدايه ادي الادينين وادي الجوانين، وكمان عندي الايه الشكل الرئيسي للدي ان ايه وهم مرتبطين ببعض. ادي الفوسفيت جروب مرتبطه بالريبوز شجر، وبعد كده مرتبطه بالنيتروجينيوس بيز. طبعا احنا عارفين ان الدي ان ايه هو عباره عن دبل هيليكس، يعني عباره عن تو ستراند. التو ستراند دولت ارتباطهم ببعض بيكون عامل زي الشكل السلمي خلاص، وده الاستنتاج اللي استنتجه واتسون اند كريك. كمان استنتجوا ان التو ستراندز دولت بيكونوا كومبلمنتري لبعض، يعني بيكونوا مكملين لبعض، بمعنى ان بيكون عمليه البيرنج او الارتباط ما بين النيتروجينيوس بيز اللي موجوده في الاستراند الاولانيه وفي الاستراند الثانيه مكمله لبعضيها، بحيث ان عندي دايما الاي اللي هو الادينين بيرتبط مع التي اللي هو الثيامين، وعندي الجي اللي هو الجوانين بيرتبط مع السي اللي هو السيتوزين. دي ان ايه تكنولوجي لما بتكلم عنها يبقى انا بتكلم عن عمليه التكنولوجيا اللي حصلت للدي ان ايه، او فيك امكانيه استخدام الدي ان ايه. دلوقتي انا عندي علشان اقدر اتحكم في الدي ان ايه، معنى كده ان انا عايزه اعمل ايزوليشن لجين معين من الدي ان ايه. الجين ده انا ببتدي اعمل عليه مجموعه من التعديلات، وبعد كده ارجعه مكانه تاني، بحيث ان هو بقى التعديلات اللي تمت عليه بره ديت اللي احنا بندرجها تحت اسم الهندسه الوراثيه، اقدر بقى ايه استفيد منها في الاورجانيزم اللي انا عملت له انسيرتنج فيه. علشان اعمل الخطوه ديت طبعا محتاجه ايه ثلاث حاجات. اول حاجه الجزء من الدي ان اي اللي انا عايزه اعمل له موديفيكيشن، وده بسميه الانسرت بتاعي. والجزء من الدي ان اي اللي انا هحمل عليه، خلي بالنا ان احنا بعباره عن دي ان اي متحمل على دي ان اي تاني، وده بسميه الفيكتور بتاعي. وبعد كده الاورجانيزم اللي هيحصل فيه ريبليكيشن للايه للموديفايد دي ان اي بعد ما حصلت له عمليه التعديل. خلاص يبقى انا محتاجه ثلاث حاجات: الانسرت بتاعي اللي هو الدي ان اي اللي انا عايزه اعمل له موديفيكيشن، الفيكتور اللي هو الدي ان اي برده بس حامل للدي ان اي الاولاني، بعد كده الاثنين وهم مرتبطين ببعض بدخلهم جوه ايه الهوست اورجانيزم اللي هيعمل لهم ايه عمليه ريبليكيشن خلاص، ويعمل لهم عمليه امبليفيكيشن ويديني كوبيز مختلفه منهم. العمليه دي طبعا فادتني في مجالات متعدده جدا زي الميديسن والاجريكالتشر والاندستري. طبعا كان بديهي كده ان انا احس ان انا عشان اتعامل مع الدي ان اي ان الموضوع صعب، نظرا لان تقريبا كميه الدي ان اي اللي موجوده في كل خليه واحده بتوصل لحوالي 2 متر او 6 فيت، وبالتالي ممكن ان انا الاقي في تشو صغير جدا كميه الدي ان اي عندي تتحسب بالكيلومترات. فلما ان انا اقدر اوصل لتقنيه تخليني اقدر اعمل ايزوليشن لجين او جزء صغير سيجمنت ممكن مجموعه من الجينات من الدي ان اي، وابتدي اقدر اعمل لها عمليه موديفيكيشن، وبعد كده اعمل لها انسيرتنج في الاورجانيزم الاساسي بتاعها بعد ما اكون عدلتها، ده يعتبر يعني انتصار علمي كبير اتسمى تحت اسم الايه تكنولوجيا الدي ان اي.
تقنية التكنولوجيا الحيوية للدي ان ايه اهم حاجة فيها هي خطوة الدي ان ايه كلونينج اللي انا لسه كنت بتكلم فيها، اللي هي عبارة عن ان انا عايزة اعمل انسيرشن للدي ان ايه اللي انا عايزة اعمل موديفيكيشن فيه، او لجزء من الدي ان ايه اللي انا عايزة اعمل موديفيكيشن فيه داخل دي ان ايه تاني. قلنا ان الدي ان ايه الاولاني ده بنسميه الانسيرت، وده بيكون عبارة عن جين واحد او اتنين او تلاتة، المهم ان هي مجموعة صغيرة من الجينز اللي انا عايزة اغير فيها، بحملها على دي ان ايه تاني. الدي ان ايه التاني ده انا بسميه الفيكتور او الكارير بتاعي، وده بيكون عبارة عن ايه؟ عن غالبا حاجة زي البلازميد، والبلازميد ده هو عبارة عن سيركولار دي ان ايه بنستخلصه من البكتيريا، بس البلازميد ده وهو موجود جوه البكتيريا مش بيمثل الجيناتيك ماتيريال اللي مسؤول عن الصفات الاساسيه للبكتيريا، ومع ذلك هو بيحمل بعض الصفات المهمه جدا داخل البكتيريا، خلاص، اللي هي مسؤوله عن مجموعه كبيره من الوظائف الحيويه اللي بتتم داخلها. يبقى انا دلوقتي بعمل عمليه استخراج للبلازميد من البكتيريا، وبعد كده بحمل عليه الجين اللي انا عايزه اعمل له موديفيكيشن، بعد كده بعد ما بحمله عليه برجع ادخله تاني داخل البكتيريا. البكتيريا وهي بتعمل ريبليكيشن للجيناتيك ماتيريال الخاصه بيها بتبتدي تعمل برضو ريبليكيشن للبلازميد، وبالتالي بيكون عندي مجموعه كبيره او كوبيز كتيره من الانسرت بتاعي او مجموعه الجينات الصغيره اللي انا كنت عامله لها موديفيكيشن. طيب هل البلازميد او البكتيريا تعتبر هي الحاجه الوحيده اللي انا ممكن استخدمها كفيكتور؟ لا، في عندي الفيروسات، خلاص، خاصه الفاج فيروس، وعندي اليست تسيل، كل الحاجات دي تعتبر عندي فيكتورز ممكن استخدمها علشان احمل عليها الانسيرت بتاعي. الصورة اللي قدامي ديت بتوضح الموضوع بالظبط. ادي عندي خلية البكتيريا فيها البكتيريا الكروموسوم او الجيناتيك ماتيريال الخاصة بيها، وفيها البلازميد. انا ببتدي اعمل اكستراكشن للبلازميد ده برا علشان احمل عليه الجينات اللي انا عايزة اعمل لها ايه، اعمل لها يعني ايه امبليفيكيشن او تكبير، او ان انا اخلق منها نسخ متعددة بعد ما عملت لها موديفيكيشن. يعني نخلي بالنا الجين اتعمل له موديفيكيشن برا وبعد كده حملناها على البلازميد اللي احنا مستخرجينه من البكتيريا. برضو الصورة ديت بتوضح نفس النظام. ادي عندي الدونر دي ان ايه اللي هو عبارة عن الدي ان ايه بتاع مثلا حضرتك، استخرجنا مثلا منه اجزاء معينة او جينات معينة، ابتدينا نحملها مع الفيكتور اللي هو البلازميد اللي جاي من البكتيريا، ربطناهم مع بعض. طبعا انا علشان اقطع من الدي ان ايه الرئيسي بتاع الاورجانيزم بستخدم مجموعة من الانزيمات القاطعة، نفس الانزيمات ديت هنا ببتدي اقص بيها الفيكتور بتاعي بحيث ان هم يكونوا ايه مقصوصين بنفس الانزيم، وبالتالي بعد كده بعمل لهم ميكسنج توجذر زي ما احنا شايفين السيركلز اللي انتوا شايفينها ديت، جزء منها ايه اورنج وجزء منها بلو. الجزء الاورنج ده مقصود بيه الفيكتور، خلاص، والجزء البلو ده مقصود بيه الانسيرت اللي انا ايه بيحمل عندي مجموعه من الجينز اللي انا عملت لها موديفيكيشن. بعد كده بناخد الفيكتور ده بعد ما اتحمل عليه الانسيرت وببتدي ادخله داخل البكتيريا. شايفين هي ادي الخلايا البكتيرية، خلاص، بتحتوي على جيناتيك ماتيريال الاساسية الخاصة بيها، والبلازميد بعد ما حصل له عملية ايه كارينج او انسيرتنج فيه اللي هي الجين اللي انا عملت له موديفيكيشن. بعد كده البكتيريا ديت بتبتدي تعمل ريبليكيشن، خلاص، زي ما احنا شايفين البلازميد الواحد بقى اكتر من بلازميد، وكل واحد منه بيحتوي على نفس الجينات اللي انا ايه دخلتها فيها. بعد كده بعمل عملية اكستراكشن لكل البلازميد دي، خلاص، وبستخرج منها الجين اللي انا اشتغلت عليه، وكده عندي نسخ متعددة من الجين اللي انا عملت له موديفيكيشن. تكنولوجيا دي ان ايه او بنقول عليه تكنولوجيا ريكومبننت دي ان ايه، وكلمه ريكومبننت دي ان ايه مقصود بيها دي ان ايه متحمل عليه دي ان ايه تاني، زي ما احنا لسه شارحين عندي الدي ان ايه الفيكتور محملين عليه الدي ان ايه الانسيرت، خلاص، والاثنين دولت بنحطهم داخل الهوست اورجانيزم اللي هو البكتيريا علشان تحصل لهم عمليه ايه ريبليكيشن، ويبقى عندي نسخ متعدده من الانسيرت اللي انا ايه اشتغلت عليه. التكنولوجيا ديت مهمة جدا في الجين ثيرابي اللي هو العلاج الجيني. طبعا احنا معظم الامراض اللي عندنا بنعالج اعراضها، يعني بنعالج الديفكت اللي ناتج عن مشكلة في جين معين، لكن لو عايزين نعالج الجين نفسه بقى مضطرين نستخدم تقنيات متطورة زي اللي ريكومبننت دي ان ايه تكنولوجي. طبعا الحاجات ديت بتفيد في ايه؟ بتفيد في ان انا اغير صفة معينة في الجين. نفترض ان الجين ده ما كانش بينتج بروتين معين مهم للجسم، لا، انا هاخد الجين ده هعمل
له ايزوليشن وهبتدي العب فيه بالهندسه الوراثيه بحيث ان انا اخليه ينتج البروتين ده، وبعد كده اعمل منه نسخ متعدده وارجعه تاني داخل الجسم. لما ارجعه تاني داخل الجسم يبتدي هو نفسه بقى يشتغل تلقائيا ويطلع عندي البروتين اللي كان فيه مشكله او كان فيه نقص عندي. طبعا هم استخدموا طبعا الجين ثيرابي في علاج امراض كتيره جدا خلاص، ومنها مثلا تحسين وظائف الجهاز المناعي علشان يقدر يعمل فايتنج او يحارب مرض الكانسر. كمان ممكن نستخدمه في تحسين خواص كتيره للنباتات خلاص، وبالتالي تحسين الانتاج الزراعي. بس لازم اذكر ان الجين ثيرابي لسه تحت التجريب، بمعنى ان هو مش مستخدم في علاج كل الامراض، لا، في حاجات كتيره جدا ما زالت ايه اندر اكسبيرمنتال او ما زالت تحت التجريب. من الاستراتيجيات برضو المستخدمة في عملية الجين ثيرابي هو استخدام الستيم سيلز، والستيم سيلز ديت ممكن تكون عندي امبريونيك وممكن تكون ادلت على حسب التشو اللي بتستخرج منه. عندي الدور الخاص بالادلت ستيم سيل ان هي تعتبر المخزن اللي بيحافظ على الخلايا في الجسم، بحيث ان الخلايا لما بيبتدي يحصل لها اي نوع من انواع الدمج وبتكون عايزة تبتدي يحصل لها عملية ريجنريشن، الستيم سيلز بتساهم في العملية ديت. وحتى في أمثلة الأنسجة اللي بيكون لها هاي تيرن اوفر ريت، يعني عايزة يحصل لها ريجنريشن باستمرار، زي البلاد والسكين والانتستينال ايبيثيليوم خلاص، بيكون حالة الستيم سيل ديفيجن بتكون قليلة، إلا في حالات معينة جدا لو حصل انجري أو ترانسبلانتيشن، في الحالة ديت بيبتدي الستيم سيل ديفيجن تزيد، بتبقى بطريقة أكتر علشان تقدر تعوض اللي النقص اللي حصل أو تحل المشكلة المتواجدة. من الأمثلة المهمة جدا اللي بتستخدم في العلاج للأدلت ستيم سيلز هي عندي الهيماتوبيوتيك ستيم سيل، واللي هي بتكون قليلة في الدم لكن ممكن يحصل لها ايزوليشن من البون مارو، وديت كمان بتستخدم علشان تعويض خلايا الدم اللي بيحصل فيها نقص في الجسم، لأن هي بتمثل الخلايا الأبوية لخلايا الدم اللي موجودة في الإنسان. طبعا ان انا استخرج خلايا ستيم سيلز من انسان او من كائن حي وبعد كده اعمل لها عملية كالتشرينج او تنمية، لازم تكون انفيترو يعني طبعا بره الجسم. فاحنا بنعمل عملية الان مانيبوليشن او الانفيترو مانيبوليشن ديت خارج الجسم، وبعد كده بنعمل اعادة زرع للخلايا ديت داخل البيشنت. يبقى انا باخد من البيشنت خلايا الستيم سيلز ولتكن الهيماتوبيوتيك ستيم سيلز اللي احنا متكلمين عنها بره، وبعد كده بعمل لها عمليه مانيبيوليشن بحيث ان انا انميها تتحول لخلايا تانية، وبعد كده ابتدي ازرعها مره تانية داخل الايه داخل الكائن الحي. طبعا لو الخلايا كنت واخدها من البيشنت ورجعتها لنفس البيشنت بسمي الموضوع ده اوتولوجس ترانسبلانتيشن، لكن لو وديتها لديفرنت بيشنت بنسميها الوجينيك ترانسبلانتيشن. في الحاله ديت ممكن يكون في رفض من الاميون سيستم الى حد ما للخلايا ديت، نبتدي ندي البيشنت بعض الايه مثبطات الاميون سيستم لحد ما تستقر الخلايا ديت داخل الجسم. طبعا الخلايا ديت بتهاجر لمكانها في الدم وبتشتغل زيها زي الخلايا الاساسيه اللي موجوده فيه لفتره طويله جدا. نوع تاني مهم من الخلايا برضو الستيم سيلز الادلت ستيم سيلز اللي ممكن نعمل لها عملية مانيبوليشن وبعد كده نرجعها للبيشنت هي الميزنكايمال ستيم سيلز، وديت عندها القدرة ان هي يحصل لها تحور تتحول الى الكارتليج او تتحول الى البون او الاديبوس تيشو اللي هو الفات او الماروستروما اللي هو البون مارو مايكرو انفيرومنت، يعني اللي هو البيئة اللي حوالين البون مارو. فانا لو عملت استخراج للميزنكايمال ستيم سيلز ديت وبعد كده عملت لها مانيبيوليشن خارجي، انا عملت لها كالتشرينج وابتديت اديها الفاكتورز اللي تحولها الى مثلا بون او اديبوس تيشو او ماروستروما او كارتليج او اي حاجه من اللي هي ممكن تتحول لهم، بتبتدي الخلايا ديت فعلا تتحول. بعد كده بعمل لها عمليه ايه، مش هنقول بقى بتتحول، هي بيحصل لها عمليه ديفرنشيشن لان هي ديت الخلايا الابويه، علشان تتميز وتتحول لنوع معين من الخلايا اللي هي تقدر تنتجه بنسميها عملية ديفرنشيشن. بعد كده بناخد بقى الخلايا اللي ناتجة ديت ونعمل لها إعادة زرع في البيشنت خلاص، وتبتدي تمارس الفانكشن الأساسية بتاعتها زيها زي الإنسان الطبيعي.
الصورة اللي قدامي ديت بتوضح الاستراتيجيات المختلفة اللي احنا لسه متكلمين عنها، سواء ان انا هعمل جين ثيرابي باستخدام الكلونينج او هعمل جين ثيرابي باستخدام الستيم سيلز. الاثنين بعمل عملية ري ترانسبلانتيشن، يعني اعادة زرع سواء للجين او سواء للتشو داخل البيشنت، بعد ما بكون عملت مانيبيوليشن للجين عن طريق ان انا طبعا حسنت الخواص بتاعته وحملته على فيكتور، وبعد كده الفيكتور ده دخلته في الهوست اورجانيزم، وبعد كده عملنا له ايه امبليفيكيشن، بعد كده عملنا ايه بقى استخراج للجين منه ورجعناه داخل الايه البيشنت، او عن طريق الستيم سيلز زي ما قلنا ان احنا بنكون عاملين عمليه استخراج للستيم سيلز وبعد كده بنخليها تعمل ديفرنشيشن خارجيا في طبق زي انتم شايفين البيتري ديش ديت، وبعد كده بعد ما بتتحول الى الخلايا اللي انا عايزاها بالظبط بعد برجع اعمل لها عمليه ري ترانسبلانتيشن داخل البيشنت.